مشاهدينا، بعد ما تابعنا هذه الوقفة للمعلمين من أمام مجلس النواب، سوف نتابع الموضوع مع الدكتور محمد أبو صعليك، عضو لجنة التربية النيابية. دكتور محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني اليوم التقيتم المعلمين الذين اعتصموا أمام المجلس، ما الذي جرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك يا أستاذ حاتم ولقاتل رموز. نعم. وللأخوة المستمعين والمشاهدين. أهلا وسهلا بك. الذي جرى اليوم بعد أن استمعنا إلى خطبة الثقة أو كتاب الثقة الذي ألقاه رئيس الوزراء على مسامع النواب، خرجنا وجدنا المعلمين تظاهرون على بوابة المجلس. ذهب مجموعة يعني مقدرة من الزملاء النواب لاستطلاع الأمر وبعضهم للمشاركة الحقيقة، لأنه هذا مجلس الأمة. ومجلس الأمة يعني أن كل صاحب منظمة من حقه أن يعبر عن رأيه لممثليها، هؤلاء ممثلي الأمة كما هو منصوص عليه بالدستور. الحقيقة كان في نوع من المدافعة بين الأجهزة الأمنية وبين الشباب، لكن بالاتفاق مع الإخوة المعنيين في الشرطة تم الموافقة على إدخال بعض الزملاء من المعلمين إلى داخل قبة العلماء أو داخل المجلس، والتقينا بهم في إحدى القاعات. جرى حوار مطول حول مظلومية هؤلاء الزملاء ومظلومية النقابة بصورة عامة. القضية التي كانوا يطرحونها، هناك قضية مستعجلة، وهي الحقيقة يعني فعل مستعجلة، نشعر جميعا كبشر كناس أسويات بعيدا عن أي مسميات أن هؤلاء الزملاء الذين هو المعلمين الذين تمت إحالتهم على الاستدعاء والتقاعد، يعني كانت هذا أو كان هذا الإجراء مفاجئ لهم، يشكل نوع من أنواع العقوبة، ضغط على وضعهم المالي وعلى أسرهم، بعضهم رتب ظروفه مع أبنائه مع جنوب مع أقساطه، الآن فجأة بنزل راتبه من 700 دينار إلى 100 دينار وبعضهم إلى 70 دينار. الحقيقة هذه قضية ضاغطة، فاتفقنا على أن يعني نرفع بها مباشرة مذكرة إلى مجلس النواب، نوقع عليها غدا مجموعة من الزملاء ونرفعها إلى الجهات المعنية في رئاسة الوزراء أو وزارة التربية لمحاولة تدارك وضع هؤلاء وإعادتهم إلى مكان عملهم كحق إنساني لهم. لأن الاصطفاء مجموعة من المعلمين أو الموظفين بسرعة ما بغض النظر عن عددهم دون غيرهم، يعني استغلال للصلاحيات الممنوحة للوزير في هذا الشأن. إذا كان هناك كما قال النقيب مسطرة تطبق على الجميع، الجميع يستسلم ويقبل هذه المسطرة. يعني نقول كل من بلغ 30 عاما يحال إلى التقاعد، خلاص الجميع يعرف أن هذا القانون مطبق على كل من بلغ 30 عاما. أما أن يكون بعضهم بلغ 16 سنة خدمة، بعضهم 17، بعضهم 20، وبعضهم 25، الحقيقة هذا واضح فيه نوع من أنواع العقوبة على هؤلاء الزملاء لأنهم مطالبون بحق من حقوق. القضية الثانية التي كانت مطلب لهؤلاء الزملاء أن يعاد يعني فتح موضوع النقابة والإجراء القانوني الذي تم. نحن جميعا متفقون على أن احترام القانون والفصل بين السلطات يعني قضية مسلمة عند كل المتنفذين أو المشرعين، سواء في مجلس النواب أو في الحكومة كسلطة تنفيذية أو القضاء كسلطة يعني قضائية منفصلة. لكن حتى القضاة وحتى المستبصرين في هذا الجانب يقولون أن القرار الذي صدر من المحكمة بالأمس يشوبه حالة من حالات العوار، في أنه اعتداء على سلطة أخرى هي التي أقرت النقابة. فاتفقنا أن نستدعي معالي وزير التربية يعني في أقرب وقت ونجلس معه كلجنة معلمين أو ككتلة لجنة معلمين. في مجلس النواب. ويجلس معنا ايضا اليوم معنا زملاء من لجنه الحريات العامه ايضا جالسوا معنا وحضروا معنا هذا النقاش. نحاول ان يكون معنا ايضا بعض المعلمين او بعض ممثلي المعلمين ونطرح هذا الموضوع بحوار، نحاول هذه المره الحقيقه ان لا نعيد القضيه الى مربعها الاول، التأزيم الذي عاش الناس على وقعه وتضرر بسببه اسر وتضرر بسببه الطلبه. نحاول هذه المره في هذا المجلس الذي اليوم أثبت أنه مع المواطن. نرجو أن تتغير صورة المجلس، لأن الزملاء شاركوا حتى في الوقفة الاحتجاجية
وشارك مجموعة عدد كبير منهم في استقبال المعلمين والحوار معهم لتغيير الصورة النمطية التي ترسخت في أذهان الأردنيين. نحاول أن لا نعيد المعلمين ولا الدولة ولا الحكومة إلى مربع التأزيم الأول. نحاول هذه المرة من خلال هذه اللجنة ومن خلال جهود الخيرين في مجلس النواب برضو والخيرين في الحكومة إن شاء الله أن ننزع كثير التأزيم ولا نعيد القضية إلى مربعها الأول إلى الشارع، لأن الشارع آخر مرحلة يصل إليها الناس بعد العجز عن الحوار. نعم دكتور محمد أبو صعليك عضو لجنة التربية النيابية، شكرا جزيلا لك. يعني إذن مشاهدينا الخلاصة هو أنه المعلمين التقوا بلجنة التربية النيابية، وهذه اللجنة سوف تطلب عقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم لبحث مطلبين أساسيين، الأول هو مسألة الاستدعاءات والإحالة إلى التقاعد، والمسألة الثانية الوضع القانوني للنقابة.